عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في رواق متسنم. اليوم إن شاء الله غادي نقدم لكم المروزية المكنسية على حقها وطريقها إن شاء الله بحول الله. غادي ندوزو المقادير إن شاء الله. عندنا هنا الحيمة، هنا عندنا خدينا حنا الحيمة نتاع السنسول، هي كاين اللي كيدير الحيمة نتاع الكتاف، كاين اللي كيدير العنقرة، المهم حنا خدينا الحيمة نتاع السنسول. ندوزو المقادير، عندنا الثوم، عندنا السمينة حرة، عندنا هنايا القزبور يابس، عندنا هنا المروزية، عندنا القرفة، عندنا اللوز من بعد ما سلقناه وسخناه، عندنا الزبيب، عندنا الإبزار، عندنا العسل، خرقوم، وسكنجبير، المليحة، الزويتة، وعندنا كاس نتاع الماء. غادي نشربو في العمل إن شاء الله. غادي ناخدو المروزية، غادي نديرو معلقة كبيرة، وغادي ناخدو التوم، القزبور يابس، قريفة، وغادي ناخدو سكنجبير، الخرقوم، عندنا الإبزار، حسب الذوق، الناس من راه مالح، وعندنا حتى الزعفران الشعرة، غادي ناخدو شويه نتاع الماء باش نطلقو الشرمينة نتاعنا، ناخذ الطحين من هنا، غادي نشرملوها ونخليوها تبات باش تشرب ديك الشرمينة نتاعها. المروزية معروفة عند المغاربة، المروزية بحال الشكل نتاع الخليع. المروزية كنديروها بلا بصلة، كنصبوها بلا بصلة،
باش كطور لينا الناس بحال هكا كيخلعوها مرات كيجبدوها كياكلو منها شويه. اللحمة نتاعنا هي شرب منها، غنخليوها تشرب العطرية ونتلاقاو غدا ان شاء الله بحول الله باش ان شاء الله نكملوا الموروزية نتاعنا. بدلنا اللحم نتاعنا اللي كامل وشرب العطرية نتاعو وان شاء الله غادي نردوه يتم ان شاء الله. والموروزية كما قلت لكم راه كتنصب بلا بصله باش متعجز، باش هادي دابا حنا كنخليوها حيت كطيب كنخليوها يعني بحال كنخلعوها مرة مرة كنهزو منها وكناكلو. دابا ان شاء الله غادي نزيدو شوية تاع راس الحانوت شوية القرفة لاصوص ديك تاعنا هنايا وغادي نردو هاد الشحر حتى تغلب ان شاء الله طلع الغليان تاعنا ان شاء الله. وغادي نزيدوها هاد ان شاء الله الزويته وان شاء الله غادي نزيدو المويه الباقية الزيت اللي طيبنا فيه اللحم غادي نغطيو الفنجرة نتاعنا الله وغادي طلع الغلية ان شاء الله وغادي نزيدو عاد الزيت ان شاء الله والسمينة. بسم الله من بعد ما طلعت الغلية نتاعنا ان شاء الله دابا غادي نزيدو الزويتة الزويتة الغلية وغادي نزيدو السمينة وغادي نغطيو الجبنة نتاعنا شوفو دابا اللحمة نتاعنا اللحمة نتاعنا تبارك الله طابت دابا ان شاء الله غادي نزيدو الزبيب نخليو الزبيب نتاعنا واحد 10 دقائق ولا 15 دقيقة ثم ان شاء الله دابا غادي نزيدو العسيلة نتاعنا اللي ما عندوش اي العسل كان يدير السكر المهم انا عندي العسل قليله شويه غادي ندعم نزيد شويه نتاع السكر دابا ان شاء الله نبداو نحركو باش ما تسقناش نحط السمرين في التحرك هكا باش ما تسخن لنا شيء هذا الكرم اللي نزل لنا ان شاء الله غادي نزيدو اللوز
لا كنديروا اللوز باش كيطيب معاها كنشرب ديك المريقه. كنستمروا في التحريك هكا باش ما تلصقنا شي، كنخليوها واحد 10 دقائق وكنطفيو عليها. تبارك الله، من بعد ما طابتنا المروزية تاعنا هيا تبارك الله مع الكا ومع السلا، بسم الله. نعاود ليكم تاع دير ريحه تبارك الله. كنتمنىكم ان شاء الله تجربوها. هو الشكل النهائي نتاع المروزيه ديالنا تبارك الله، جات غزاله ومالكه ومعسله. ونتمنى ان شاء الله تصاوبوها وتجربوها وراها كتجي زوينه. وبالصحه والراحه، وما تنساوناش في اللايك والمشاركه نتاعكم وشجعونا. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.